تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به. أكثر من 13 تابوتاً آدمياً مغلقاً منذ أكثر من 2500 عام، وعثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة. وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماماً ولم تفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر، وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها.